بها اثنين. عندي شخص على مستوى البوابة. اعطيني الهوية زميل. عندي شخص يقول استدعاوني. المكان مأمن، المكان مأمن في انتظار وصول السيد الرئيس. واضح 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 واضح. صحة شريبتكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من المساء. ضحية اليوم اسمه محمد راشد، عمره 22 سنة ويسكن في بورصة درية يا قرباك، وفي نفس الوقت يخدم مع شركة مختصة في مكافحة الحشرات والقوارض المنزلية. اتصلنا بالشركة اللي يخدم فيها راشد على أساس إنه الفيلا متاعنا فيها فيرين. يخي بعثولنا راشد وزميله زياد. وفي الوقت اللي كان ربيع مع زياد في جنينة يوري فيه في الدار، بوثين الجوفرنونت دخلت راشد لوسط الدار باش يتفقد البيرو متاع الرئيس وين كان سيادته في اجتماع. مرحبا، شو أحوال؟ باش عليك؟ باش نوع تخدم بالضبط، تفهمتش؟ فاضي بوثين، جيبوا له حاجه. ربيع دخل راشد وقعدوا قدام الرئيس، والمسكين من الفجعه شرب كاس الماء لكل فرد نفس. ودي شو اسمك يا باشا؟ محمد راشد. مرحبا، غنوشي. الرئيس تعرف على اخونا راشد وعرفوا بضيفه المستثمر الاجنبي اللي كان يشجع فيه على الاستثمار في تونس. وكيف خرج طارق باش يحكي في التليفون، طلب البشبوج من محمد راشد باش يقول معاه كلمه فمش ما يشجعوه ويقنعوه للوضع في تونس باهي والامور عال العال، وكيما يقولوا الكذب في المصالح جيد. هو توا الوضع اصبح افضل ولا؟ اي الحمد لله. خير من اللي كنت عليه. شوف يا سي راشد. انا نحب الشباب ونمن الشباب. السيد هذا موجود هنا. هذا قلت لك كان مقيم في سوريا وحب يعمل مشروع في تونس. انا اقنعته بالمشروع. مازال بعض التطمينات يحب. هو كان هو كل شخص نطمنوه بعض. نقول له تونس منتجه وحتى على غلاء المعيشه. مثلا كيف شي تقول الفلفل قداش؟ قولوا انت حتى 200 فرنك سيرش. انا شفته البارح دينار. احنا كي جيت قولوا لي 500 فرنك. والبطاطا ب 300 يمشي معاك على اساس كل شيء رخيص. خلي نقنعوه ويستثمر في تونس لانه باش يضمن لنا ويوفر لنا 5000 موطن شغل. خليه يخدم شباب. عفوا سيد الرئيس. سي با غراف. نرجعوا صباح لي خويا راشد بحلاه. حكيت انا وياه تقول له ثقف. والخير معنا وشبابنا في تونس كله باهي. معنا الشباب اللي يعطوا هو يعطيك حتى مثلا الاسعار اللي حكينا الاسعار منك ليه؟ يعطيك الاسعار الفلفل ما يقل شو 500 البطاطا 300 عجيب البصل 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 بلاش انسان بلاش كذلك مثلا الكيرا مش تكري اش بلوس دو ارتباعي معناها زوز بيوت وصاله قداش يعمل؟ 100 دينار ماكسيموم في تونس عاصمة مشهور في وسط العاصمة هذه الأسعار يعني في تونس هذا ممتاز جدا هذه المتوسط طبعا على الأقل سعادة الرئيس نحن نود أن نمضي الاتفاقية حالا تاكسي مثلا قداش تاكسي دينار يعني بيك دور هذول تونس كيف شوف دينار كيف من الزهرة دينار مثلا أنا مؤخرا حافظ الأوفيس مشى إلى جلبة الطائرة ربيع قداش شهر طيارة 25 دينار 25 دينار نعم والشباب لأقل من 20 سنة مجانا في الطائرة عارف ولا ولدي سمعت شو اسمه راشد ليش؟ مثلا تشهد على الرئيس القديم أرجوك يقولوا لك الشباب ما يحبوش الرئيس السابق كان كنا دائما نضحكوا عليه معناتها وكان يحب القارورة حتى الماكلة بلاش شكرا فتاة قلوا قداش وقداش كلف الفطور بلاش كلش كلف من 700 فرنك 700 فرنك حقا أنا منبهر بتونس شوف فتاة شوف تقول راهو خذ الدجاجة شوف الدجاجة سبعة الديك الرومي الكل الديك الرومي يس شور قلنا وصل لهاش الديك الرومي دينار تاخذه هاي نو 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 كيف يبدأ يخرج